رح نحكي عن الصوديوم والبوتاسيوم ريجوليشن. بعتبر انه هن اكثر ايونز مهمين عندنا بالجسم، لانه البوتاسيوم مثلا اي زياده او نقص فيه بتعمل كاردياك توكسيسيتي. الصوديوم هو الشيء الاساسي اللي بتعتمد عليه الاوزمولاريتي بكل الجسم، لذلك هن اكثر اثنين مهمين. حبي كذلك هم نبدا بالصوديوم. هلا الصوديوم اذا بدنا نشوف شو الشيء اللي ممكن ينظمه، فبنلاقي شغلتين، ال ADH والالبستيرون. بس اللي بنلاحظه انه اذا عملنا بلوك للالبستيرون سيستم وزدنا الصوديوم انتيك، فالبلازما صوديوم كونسنتريشن ما كتير بيتأثر، ما بيزيد. اما في حال عملنا بلوك لل ADH مثل هون، فبنلاحظ انه اذا زدنا الصوديوم انتيك فالبلازما صوديوم كونسنتريشن بيزيد بطريقة كتير 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 قوية. معناتها شو؟ معناتها ال ADH مهم كتير عنا بالريجوليشن للصوديوم، اما الالدوستيرون فما له دور كبير. نشوف ليش بصير عنا هالشي، يعني ليش ال ADH اهم من الالدوستيرون. نتخيل انه زدنا الصوديوم انتك، فشو حيصير اول شي قبل اي تغيرات؟ قبل ما دخلنا اي هرمون، ما في ADH، ما في الالدوستيرون، ما في شي. اذا زدنا الصوديوم انتك اكيد حيزيد الاوزمولاريتي بالبلوت. شو يعني انه زادت الاوزمولاريتي؟ يعني زادت depolarization للسيلز يلي موجودين ب الهايبوثالاموس، وصار ريليز لل ADH. فمعناتها يلي بده يصير انه رح يرتفع ال ADH. هلا ال ADH بس ارتفع شو بيعمل؟ بيعمل insertion لل aquaporins على كل شي بعد ال proximal part تبع distal tubules، وبالتالي شو بيأدي؟ بيأدي لزيادة الفوليوم للبلد. بس بنفس الوقت هو صح زاد الفوليوم، بس الأوزمولاريتي اللي بتعتمد على الصوديوم قلت. ليش؟ لأنه كان نعتبر إنه مثلا كان عندي 10 صوديوم بقلب 5 لتر، هلا رح يصير عندي 10 صوديوم نفسهم بس بقلب مثلا 6 لتر، ولذلك الكونسنتريشن قل فالأوزمولاريتي قلت. بس في هالحالة بيكون صار عندنا زيادة بالبلد بريشر، وزيادة البلد بريشر بتعمل عنا زيادة بالجلوميرولار فلتريشن ريت. هلا زيادة الجلوميرولار فلتريشن ريت شو بتعمل؟ بتعمل اولا شيء اسمه بريشر ناتريوريسيس. شو هو البريشر ناتريوريسيس؟ البريشر ناتريوريسيس انه بما انه زدنا جي اف ار فالفوليوم اكثر عم بيصير له فلتريشن. هلا الفوليوم الاكثر اللي عم بيصير له فلتريشن، هل البروكسيمال تيوبيولز بالذات حتلحق تعمل له ري ابزوربشن بنسبه عاليه مثل ما عم بيصير له فلتريشن؟ جواب لا، ما حتقدر تعمل له هيك، وبالتالي رح يمرق صوديوم اكثر ويمرق ووتر اكثر، وبالتالي حنخسر اكثر فوليوم من الصوديوم ووتر. يعني صح ال ADH في البدايه هي رفعت البلد بريشر، رفعت الفوليوم، خففت الأوزموليتي، بس مع الوقت هذا الفوليوم الزايد والسولوتس الزايدة اللي معه رح نخسره، فحيرجع البلد بريشر للنورمال. هي أولا. ثانيا بما إنه كمان الجلوميرولار فلتريشن ريت عالية، فشوفي شو رح تصير كمان. الماكيلا دنسا حتتحسس لزيادة بالصوديوم كلورايد، لأنه ما عم بيصير عندي أبزوربشن. هلا هاي الزيادة بالصوديوم كلورايد حتخلي الماكيلا دنسا تأثر على الجكستر جلوميرولار سيلز بإنه يقللوا إنتاج الرنين. هي تاني شغلة، إنه الرنين بينزل. هلا في حال نزل الرنين شو يعني؟ يعني قلل أنجيوتنسين 2، يعني قلل ألدوستيرون، كل هاي القصص. يعني شو يعني النتيجة؟ الألدوستيرون شو بيعمل؟ بيعمل صوديوم ريأبزوربشن بوتاسيوم سكريشن. فقلة الرنين وبالتالي قلة الألدوستيرون رح تخفف من الصوديوم ريأبزوربشن، فبنخسر صوديوم بزيادة. فالنتيجة كلها انه بنرجع للطبيعي، سواء من ناحية الفوليوم او من ناحية الاوزمولاريتي. والعامل الاساسي بهالشي اللي هو بلش كل القصة هو مين؟ هو ال ADH. هل الالدوستيرون له دور كبير؟ لا، ما له دور كبير. لذلك شفنا بالسلايد الماضي كيف البلوكت للالدوستيرون سيستم ما عمل فرق كبير،
اما البلوكيت لل ADH فكتير عم نشكل، ويعني حتى اذا طلعنا في حال عكسنا الحالين، يعني في حال ما كان عندنا زياده بالصوديوم انتك، لا بالعكس كان عندنا نقص بالصوديوم انتك، فهون لازم نفكر انه هي طب البرنسيبل سيلز اللي بتشتغل عليهم الالدوستيرون، انه الالدوستيرون حيزيد الصوديوم بوتاسيوم بومب اكتيفيتي، فحيزيد الصوديوم ري ابزوربشن ويعمل بوتاسيوم سكريشن، فحنقول انه هون له دور مهم، معناته بيرفع الاوزموليتي بحال كان عنده لو صوديوم انتك. بس الجواب هو لا، ما حيصير هيك. ليش؟ لانه الصوديوم هون رح يتبعه ووتر، لانه هذا القسم فيه permeability to a certain limit according to ADH للوتر، وبالتالي بنرجع انه الدور الاساسي بتنظيم الصوديوم بيرجع لل ADH وليس للالدوسترون. بس طبعا بدنا نتذكر انه زيادة البلوت بريشر صح بالبداية بتعمل زيادة بالجي اف ار، بس على الوقت ما حتزيد الجي اف ار. ليش؟ بسبب الميكانيزم يلي بنعرفها اللي حكينا عنها، هي الاوتو ريجوليشن، بانه البلوت بريشر بتغيره within certain limits ما بتتغير الجي اف ار، ولذلك زيادة الصوديوم انتك على المدى الطويل بتعمل زيادة بالبلوت بريشر، بصير حتى الالي اتش ما بيقدر يسيطر عليها، ولذلك دائما بيقولوا انه ما بصير الواحد ياخذ ملح كتير لانه بصير عنده بدن هايبرتنشن. بالنسبه للبوتاسيوم، البوتاسيوم هو بالحقيقه الريجوليشن تبعه اهم من الصوديوم، لانه هو ممكن يكون قاتل بتغيير بسيط بالكونسنتريشن تبعه بالبلد. زيادته مثلا ممكن تعمل اريزميا، وزياده بالبولاريزيشن تعمل ديبولاريزيشن سريع للسيلز والنيورونز، خطيرة جدا جدا، ونقصانه كمان بيعمل هايبر بولاريزيشن، وبالتالي ديلايد مثلا ventricular depolarization، وكمان مشاكل كثيرة. لذلك البوتاسيوم كتير مهم نحافظ عليه within normal limits. هلا ليش الهايبركاليميا بتعمل اريثميا وديبولاريزيشن سريع؟ الجواب هو انه الريتين ميمبرين بوتنشال بيعتمد بشكل اساسي على البوتاسيوم جراديانت اللي هو جوا السل، بيكون اعلى كتير من برا السل، وبالتالي في حال زاد الصوديوم زاد البوتاسيوم outside the cell، فهذا الشيء حيقلل من هذا الجراديانت، وبالتالي ما حيصير في عنا الريستنج ميمبرين بوتنشال كتير ضابط، يعني حيصير ديبولاريزيشن ببساطة، ولذلك بتصير هاي المشاكل الكتيرة الأريثمية وهالأشياء. هلا كيف بننظم البوتاسيوم؟ الجواب هو عن طريق الالدوستيرون بشكل اساسي. كيف شفنا انه بالصوديوم الاي دي اتش بيلعب دور الاساسي، اما بالبوتاسيوم فبنشوف انه الالدوستيرون هو بيلعب دور الاساسي بالاضافه للصوديوم بوتاسيوم بومب يلي موجوده في اغلب الخلايا بالجسم. هلا في حال زدنا البوتاسيوم انتيك فحيزداد البلازما كونسنتريشن للبوتاسيوم، هذا الشيء فورا رح ياثر على الالدوستيرون، بيزيد الالدوستيرون، الالدوستيرون بيشتغل على البرنسيبال سيلز بالكولكتنج تيوبيولز وباللايت ديستال تيوبيولز، بخليهم يزيدوا الصوديوم سكريشن، وبالتالي بيرجع الصوديوم للنورمال. الميكانيزم تبعه انه بيشتغل الالدوستيرون بالحقيقه على الدي ان اي نفسه، على الدي ان اي والار ان اي، بانه بيزيد الاكسبريشن للصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي موجوده على البيزولاترال سيرفيس للسيل، وهذا الشيء بيؤدي لانه يعمل جريدينت ليعمل صوديوم ريابسوربشن وبوتاسيوم سكريشن، وهو الأهم البوتاسيوم سكريشن. فالألدوستيرون هو الموست امبورتنت فاكتور ان بوتاسيوم ريجوليشن. ولو نرجع نتذكر شو الأشياء اللي ممكن تحفز الألدوستيرون إنه يزيد، أولا هي الهايبوكاليميا، أو لا العكس هو الهايبركاليميا، زيادة البوتاسيوم بالدم بتحفز الألدوستيرون. ثانيا عن طريق الرينين أنجيوتنسين، كيف؟ بحال ثلاث حالات، يا اما عن طريق البيتا 1 ادرينرجيك ستيميليشن، يا اما عن طريق النقصان بالبلد فلو للافيرنت ارتريولز اللي بيحفز الجاكستر جلوميرولار سيلز بانهم يطلقوا الرنن، يا اما بحال زاد بالعكس في حال قل الصوديوم كلورايد اللي عم يوصل للماكيلا دنسا، بهي حال الماكيلا دنسا كمان بتحفز الجاكستر جلوميرولار سيلز انهم يفرزوا الرنن، ورجعنا بيروح بيحول الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين، بيحول الانجيوتنسين للانجيو 1 للانجيوتنسين 1 بالليفر، وباللونج الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم بيحول الانجيوتنسين 1 للانجيوتنسين 2.
وطبعا الدروجز اللي بيعملوا بلوك للالدوستيرون اكتيفيتي هنا السبيرانولاكتونز او البوتاسيوم سبيرينج دايوريتكس. وهنا انا قبل هيك حكيت مره بفيديو انه بيعملوا بيشتغلوا على الدي ان اي نفسه، هو لا غلط، بيشتغلوا على الصوديوم بوتاسيوم بومب بالحقيقه، بيوقفوا هي الصوديوم بوتاسيوم بومب وبالتالي بيروح الجريدينت الموجود هون، وبالتالي بتخف كل هاي الاكتيفيتي تبعت الصوديوم ري ابزوربشن بوتاسيوم سكريشن. ولذلك اهم سايد افكت لهم هو الهايبركاليميا. هلا نجي نشوف شو الاشياء، اهم الاشياء اللي ممكن تعمل هايبركاليميا، شو الاشياء اللي ممكن تعمل هايبوكاليميا. نعرف احنا انه الصوديوم انه البوتاسيوم موجود اكثر شيء جوا السل، ونسبته خارج الخليه تكون قليله. الأهم عامل هو الألدوسترون، طبعا كل ما زاد الألدوسترون كل ما عمل هايبوكالينيو لأنه بيزيد سكريشن بالكيدني، كل ما قل الألدوسترون مثل حالة الأديسون ديزيز فالعكس بصير عنا هايبركاليميا. ثاني عامل هو الأنسولين، الحقيقة الأنسولين هو بيوفر الـ ATP للصوديوم بوتاسيوم ATPase، ففي حال ما كان عنا أنسولين فما حيصير إنتاج كافي للـ ATP بالميتوكوندريا، وبالتالي الصوديوم بوتاسيوم بومب حتقل الأكتيفيتي تبعيتها، وهذا الشيء بدنا نخاف منه بالدايابيتس، لأنه في حال راح الأنسولين ففي عنا بصير خطر الهايبركاليميا والأريزمين. ثالث شغلة هي البيتا أدرينرجيك ستيميليشن، الحقيقة أن البيتا أدرينرجيك ستيميليشن هو بيحفز الرنين أنجيوتنسن الألدوسترون سيستم، ففي حال زاد الألدوسترون أكيد حيصير عنا هايبوكاليميا، والعكس صحيح في حالة البيتا أدرينرجيك بلوكيد. الأسيدوسيس بيعمل هايبر كالينيا، اما الالكالوسيس بالعكس. شو السبب؟ سبب انه الاسيدوسيس بيخفف من الاكتيفيتي تبع الصوديوم بوتاسيوم ATPase، نفس الشيء يعني لو نطلع بنلاقي يعني كل حكينا عم بدور حوالي شغلتين، الالدوسترون صوديوم بوتاسيوم ATPase. كمان خامس شغله هي السيل لايسيس، لانه مثل ما حكينا البوتاسيوم تركيزه جوا الخليه جدا عالي، اما برا الخليه جدا قليل، وفي حال صار دمر السيل حيطلع من الصوديوم سوري البوتاسيوم حيصير عنا هايبركاليميا، وهذا الشيء أكثر شيء بنشوفه بالكيموثيرابي للوكيميا، وهدول التيومرز اللي بيكون يعني بيكون عدد السيلز لإلهم جدا كبير ومنتشرين بالدم وهيك، مثل اللوكيميا اللمفوما هاي الأشياء. ففي حال عملنا كيموثيرابي فورا بتلاقي إنه بصير سيل لايسيس وهايبركاليميا، فهذا من أهم السايد إفكتس لهذا الشيء، بدنا ننتبه له كتير كتير كتير. ممكن يعمل كمان هايبريوريسيميا وكتير أشياء تانية. strenuous exercise، شو السبب؟ السبب انه الاكسرسايز رح يعمل depolarization 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 وهكذا. فشو كل depolarization هو عن شو بيعتمد؟ بيعتمد على البوتاسيوم outflow، فلما كل ما عم نعمل depolarization عم يرجع البوتاسيوم يطلع لبرا الخلية، فما بصير عنا خطر الهايبركاليميا. increase extracellular fluid osmolarity كمان ممكن تعمل عنا هايبركاليميا، لأنه بتعمل بلوكيد للرنين أنجيوتنسين أدوستيرون سيستم. هم نشوف في هذا الكيرف كيف إذا عملنا بلوكيد للألدوستيرون سيستم وزدنا البوتاسيوم انتيك، فالبلازما صد البلازما بوتاسيوم كونسنتريشن رح ترتفع بكميات كتير كتير كبيرة، وهذا بدل على أهمية الألدوستيرون سيستم وهو أهم فاكتور بهذا الموضوع.